اتفرج على الفيديو ده وفتح السبيكر خش اقعد في حته لوحدك. نفس الكلام لو انت بنت، لو الست ضمنت وجودك هتكمل، ما تبطلوش ابدا. اللي جاي اتقل، طول ما السكس شغاله هتعدوا لبعض كل المشاكل، بالذات لو السكس حلو على مزاجك وعلى مزاجك. فيديو النهارده هيعمل لنا دوشه كتير، بس انت عارف مكاوي ومعرفش اسكت. النهارده هنجاوب على سؤال: كيف تنجح العلاقات؟ ايه اللي بيخلي علاقه تكمل 40 30 سنه؟ وايه اللي يخلي علاقه تخلص في سنه سنتين ويتطلقوا؟ ايه الفرق؟ انا النهارده هقول لك رايي مكاوي المتواضع، اللي هو مش متواضع. مكاوي لما بيتكلم في الحاجات دي انت لازم تسمع صدقني. مبدئيا كده اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه لو مش اشتركتش، وفعل زر الجرس عشان ما تفوتكش كل اسبوع. ولو انت مش متابع فاحنا عاملين جيف اواي على القناه الثانيه، بمناسبه وصولنا ل 200 الف مشترك هدي لواحد فيكم ايفون 15 برو. دي اقل حاجه كشكرا ليكم على دعمكم دايما ليا. هسيب لك الخطوات بتاعه جيف اواي على الشاشه قدامك، اعملها بعد فيديو النهارده على طول عشان فرصك تزيد. ولو عايز تزودها اكتر واكتر اعمل كومنتات اكتر واكتر، كل ما هتعمل كومنتات كل ما فرصك هتزيد اكتر. بالتوفيق. تعال نشوف موضوع النهارده بقى. ليه علاقات بتنجح وعلاقات لا؟ ايه الفرق؟ مجرد اربع خمس حاجات كده بيحددوا دايناميك العلاقه، الديناميكيه بتاعت العلاقه، نمط العلاقه ماشي ازاي. في حاجات مسلمات كده لازم تبقى في العلاقه بين الراجل والست عشان العلاقه دي تكمل. ناس كتير هتقول لي لا يا مكاوي انت اوفر، والفيديو ده هيجيب لي دوشه كتير، بس انا بقول لك اللي فيها. انا قعدت مع الافات منكم في التدريب الاونلاين، بنات وولاد، ستات ورجاله، متجوزين ومخطوبين ومرتبطين، كل حاجه. انا عارف المشاكل وعارف بتنجح ازاي وعارف الدنيا بتبوظ امتى. انا ما بكلمكش من فراغ. فالنهارده هجيب لك الزبده، اربع محاور اساسيه لازم تبقى في العلاقه عشان تنجح بين الطرفين. تعال نشوف. خلينا نبتدي بالبسيط الاول اللي مش هيجيب لنا مشاكل. اول حاجه مهمه، لازم الطرفين الراجل والست لازم دايما يبقوا شغالين على نفسهم، محافظين على جاذبيتهم قصاد بعض. لازم البنت دايما تفضل حلوه في عينين الراجل بتاعها والعكس صحيح. الكلام ده عقليا والكلام ده جسديا. ما ينفعش لما يتجوزوا يتخانوا ياكلوا والدنيا تبوظ، جسمهم يبوظ، جاذبيتهم تقل. ما ينفعش لما يتجوزوا خلاص ضمنوا بعض يبطلوا يشتغلوا على نفسهم ويتعلموا حاجات اكتر. ولو اي طرف قال للتاني انت اتغيرت، فدي مش غلطه اللي اتغير، دي غلطه اللي سبت مكانه. الطبيعي ان احنا نتغير، الطبيعي ان احنا نكبر مع بعض. لو انا كبرت وانت لا او العكس صحيح، هنا بيحصل مشاكل، هنا بيحصل انفصال. فلازم دايما الطرفين يفضلوا شغالين على بعض جسديا وعقليا عشان دايما يفضلوا حلوين في عينين بعض. وبمناسبه الحلاوه، في نقطه مهمه جدا للمتجوزين، لازم دايما يبقى موجود، ما تبطلوش ابدا. السكس ده اللي بيحافظ على العلاقه صدقني. طول ما السكس شغاله هتعدوا لبعض كل المشاكل، بالذات لو السكس حلو على مزاجك وعلى مزاجك. معظم المشاكل بتحصل بين المتجوزين لما السكس يقطع، لما يبطلوا يناموا مع بعض. ساعتها بقى المشاكل الصغيره بتكبر، اللي كان بيعدي التفاصيل الصغيره ما عادش موجود. السكس صدقني حلال معظم المشاكل، بالذات لو عاجب الطرفين. ودي برده من الحاجات المفروض يشتغلوا عليها مع بعض، يتكلموا فيها، يسالوا انت بتحب ايه، انت بتحب ايه، يحاولوا حتى يشتغلوا على نفسهم في دي. لو حاسس ان الفيديو اوفر وابتديت تنشن، اللي جاي اتقل. فلو بتتفرج على الفيديو ده وفتح السبيكر خش اقعد في حته لوحدك. نفس الكلام لو انت بنت، لو اقل من 18 اخلع عشان اللي جاي وحش. حلو يا سيدي، هنخش هنا على تاني محور، وده ببساطه ان الست ما ينفعش ابدا تبقى ضامنه وجود الراجل. لو الست ضمنت وجودك هتركبك. ما بقولكش انك ما تحسهاش بالامان، لا، انت وظيفتك كراجل انك تحسسها بالامان وتطمنها دايما. بس ما ينفعش الست تضمن ان محدش غيرها ممكن يبص لك. جاذبيتك لازم تبقى في السقف، فلوسك دايما تبقى في السقف، الست دايما تبقى حاسه انها ممكن تتبدل لو ما مشيتش على النظام بتاعك. ما بقولكش كل يوم تخوفها، ده غلط. وهنا الفكره، انت كل يوم هتطمنها عشان هي بينها وبين نفسها عارفه انك لسه على وضعك. كل الستات عايزاك، يعني اللي هو تعمل ايه؟ زي ما قلت لك في اول محور، جسمك دايما يبقى على وضعه، فلوسك دايما تبقى احسن حاجه، السوشيال ميديا عندك شغاله، صحابك موجودين، ما تقطعش علاقتك مع اصحابك، ما تقعدش قدام الست مالكش غيرها كده، غلط. انت دايما بتفضل جذاب طول ما انت مش فاضي، طول ما انت شغال على نفسك، طول ما انت الست بتحارب عشان وقتك. هتفضل حلو جدا في عينيها. الست دايما في الطبيعي في المتوسط اوبشناتها اكتر بكتير من الرجاله، فمعظم الستات بتبقى ضامنه الراجل بتاعها، فبتتقفل منه عشان الراجل هو اللي مش ضامن وجودها، عارف انها ممكن تبقى حلوه واوبشناتها لسه موجوده. فلازم لازم الراجل يبقى عنده نفس نقطه القوه دي، الاثنين عندهم اوبشنات، الاثنين يقدروا يبدلوا بعض من غير حتى ما يقولوا لبعض، وكل يوم بيطمنوا بعض بحب اكتر وتعبير عن مشاعر اكتر، فالعلاقه تبقى قويه. بالمناسبه الفيديو فادك باي حاجه لحد دلوقتي، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لو لسه ما اشتركتش، فعل زر الجرس عشان ما تفوتكش كل اسبوع. ولو عايز تروق عليا اكتر فانا فعلت خاصيه السوبر ثانكس، هتلاقي زر تحت جنب زر الداونلود، روق عليا زي ما بروق عليك. راحه جايه. تعالوا نرجع موضوع النهارده. نخش بقى على ثالث محور، وده هيجيب
بتجيب لي مشاكل كتير بالذات مع البنات. لازم لازم الراجل يبقى بيعمل فلوس اكتر من الست. احنا في جيناتنا كرجاله كل ما بنعمل فلوس اكتر كل ما بنعوز نبروفايد اكتر، نشير مع اللي احنا بنحبهم اكتر، والعكس مش صحيح. الست كل ما بتعمل فلوس اكتر كل ما بتحس انها اندبندنت اكتر، كل ما بتقول دي فلوسي اكتر، فكل ما انت بتصغر في عينيها اكتر. فدايما لازم الراجل يعمل فلوس اكتر من الست، الست تبقى محتاجه الراجل. والبنات الاندبندنت حبايبي، معظمكم في العشرينات بتبقوا بتسمعوا على السوشيال ميديا والمجتمع بيقول لكم لازم تبقي اندبندنت، لازم ما تبقيش محتاجه الراجل، وبتقعدي ترفضي كل الاوبشنات اللي بتجيلك في العشرينات وتتامري على اوبشنات انت اصلا مش قدها، عايزه حاجات انت مش الليفل بتاعك، وبترفضي الليفل بتاعك لحد ما بتوصلي الثلاثينات وبتلاقي نفسك ايه ده، انا بدفع فواتيري، انا بدفع عيشتي، انا هفضل كده على طول ولا ايه؟ الستات بتعقل لما تبتدي تدفع فواتيرها على طول. في العشرينات بتقدري تعدي الموضوع ده، لسه فيكي صحه ولسه فيكي جمال والاوبشنات رايحه جايه قدامك. في الثلاثينات الموضوع ده بيقل، حلاوتك بتقل، وانت لسه عماله تدفعي فواتيرك وتدفعي في مواصلاتك وتدفعي في عيشتك واكلك وشربك، محدش بيخلي باله منك. يعني بتقولي ايه ده ايه ده ايه ده، انا كنت ماشي غلط ولا ايه؟ هو المجتمع لبسني في الحيطه ولا ايه؟ الست ما ينفعش تبقى اندبندنت للدرجه دي. الراجل مطلوب منه يبروفايد للست، الست مطلوب منها تخلي بالها من الراجل. الفا بيتا، ماسكلين فيمينين، ما ينفعش تعيشي دور الراجل انك تعملي فلوس كتيره وتجيبي كل اللي انت عاوزاه لنفسك. ده حلو في العشرينات وبتحسي انك حره، عشان عمرك ما هتهربي من طبيعتك من فطرتك انك دايما محتاجه حد يخلي باله منك يديك الامان. الراجل دي وظيفه الراجل. طبعا الستات هتبقى متضايقه مني دلوقتي، البنات على تيك توك هتبتدي تعمل لي كليبات، فككم مش مهم. ولو فاكرين انا قلته ده كبير، تعالوا بقى في اللي جايه دي. رابع محور وده مهم جدا، الست لازم تبقى ست والراجل لازم يبقى راجل. معظم البنات في العشرينات بتفتكر انها لما تبقى مسترجله دي حاجه حلوه. ما ينفعش الست تبقى ماسكلين، طاقتها مسترجله، صوتها عالي، بتجادل كتير، بتتلامط كتير، ده دايما بيبوظ الديناميك بينها وبين الراجل بتاعها. الراجل مش عايز حد مسترجل معاه، الراجل مش عايز بنوته تخبطه راس براس، الراجل عايز بنوته تخلي بالها منه، ديليكيت، رقيقه كده. هو اللي مطلوب منه يبقى ماسكلين، هو المطلوب منه يبقى صوته عالي، هو المطلوب منه يفرض رايه. الست دايما معاه، ممكن تناقشه بصوت واطي من غير لماضه كتير. انت لو ست حطي نفسك مكاننا كده، لو الراجل بتاعك كان شبه الراجل اللي طلع في التجربه الدنماركيه ده، ماشي بيتعور قدامك وحسام ناس من كده، هتحبيه؟ اكيد لا. فالراجل برده ما بيحبش الست المسترجله. المجتمع بيقول لك وانت في العشرينات كده، خليك قويه، خليك على وضعك، انت مش محتاجه رجاله. فده بالتبعيه بيخليكي ماسكلين، طاقتك وحشه، طاقتك عنيفه، طاقتك مش طاقه بنات، فالرجاله بتتقفل منك. الراجل عايز بنوته رقيقه تخلي بالها منه، تديله حنان، تديله عطف، تديله حاجات البنات دي، تجيب له عيال تخلي بالها منه هو وعياله وتاكله وتدلعه. دي وظيفه الست في الاخر. لو كنت فاكره نفسك قويه في العشرينات وصديتي كل اللي جالك ووصلتي للثلاثينات ولسه بتدفعي فواتيرك، صدقيني هتزعلي. معظم البنات اللي جات لي في الثلاثينات في التدريب الاونلاين ندمانين. انا عارف انا بقول لك ايه، حلو انك تجيبي فلوسك لنفسك وتدفعي فواتيرك لنفسك، بس حافظي على طاقتك، اعرفي ان الموضوع مش دايم، انت في الاخر هتحتاجي راجل يخلي باله منك. فحافظي على الرقه، حافظي على طاقه البنات، حافظي على الفيمينيزم. الراجل مش عايز في الاخر غير بنوته رقيقه تخلي بالها منه. ولو وصلتي للثلاثينات وما لقيتيش راجل يحبك الحب ده، صدقيني اوبشناتك معظمها انتهى. وبس كده يا سيدي، ده كان عندي اقول لك النهارده. لو شايف ان في حاجه فاتتني ومهمه جدا عشان العلاقه تنجح قول لي تحت في الكومنتات، ولو وصلت معايا لحد اخر الفيديو هنا قول لي تحت في الكومنتات. العلاقات حلها عند الستات، الراجل مش عايز غير شويه رقه وحاجات. عايز اعرف مين اللي قاعد معايا لحد اخر الفيديو. ولو لسه عندك مشاكل في موضوع العلاقات ده ومحتاج حد يقعد معاك فيس تو فيس فيديو كول، ما تترددش انك تسجل معانا في التدريب الاونلاين، هسيب لك اللينك فوق في الاي وتحت في الديسكربشن في اول كومنت برده. التدريب ده بيتيح لي فرصه اقعد معاك فيس تو فيس فيديو كول واعرف ايه المشكله بالتفصيل، واعرف اديك الخطوات العمليه والبسيطه اللي هتجيب لك اسرع نتائج. فمش محتاجين رغي كتير، ادخل سجل، هسيب لك اللينك تحت في الديسكربشن في اول كومنت برده وفوق في الاي. انا بقول لك كل اسبوع تعمل ايه، ولو محتاج حد يحاسبك تعالى في التدريب مفيش حاجه. وما تنساش احنا عاملين جيف اواي على 15 برو على القناه الثانيه، اعمل الشوط اللي سيبها لك على الشاشه قدامك دي دلوقتي النهارده قبل بكره عشان فرصك تزيد. خلاص فاضل اقل من اسبوعين ونختار الفايز، وزي ما بنقول كل حلقه حط نفسك قبل كل حاجه، انت الاهم انت الاول، وقبل اي حاجه خليك على وضعك. لو الفيديو ده فادك ادخل شوف الفيديو ده هيروق عليك اكتر، مستنيك هناك.